على كل حال نعود إلى الصنباطي. الصنباطي لم يهتم تماما بالرسالة التي وجهها إليه فريد الأطرش عبر عليك صلاة الله وسلامه. لماذا؟ لأن هذا النمط التلحيني هو ليس بحاجة لأسمهان لكي تغنيه من ألحانه. هناك السيدة أم كلثوم التي هي في قمة الغناء العربي وتقدم له هذا النمط مثلا على بلد المحبوب والديني. إذن أين هو بحاجة لأسمهان لتحريض أم كلثوم على أخذ ألحانه في أي قالب؟ إنه القصيدة مثلما القصبجي. الآن قبل أن نستعرض على الحاسب تطور هذا الموضوع بين الصنباطي والقصبجي وزكريا وأم كلثوم في موضوع القصائد ودور أسمهان في ما وصل إليه الصنباطي مع أم كلثوم، لندقق في قصيدة يا لعينيك لأنها المفتاح الأساسي لفهم الموضوع. قصيدة يا لعينيك من شعر الشاعر أحمد فتحي، عرضها الصنباطي، اختارها الصنباطي ولحنها وعرضها على السيدة أم كلثوم. السيدة أم كلثوم استمعت إليها ثم رفضتها. لماذا رفضتها؟ قالت إنني أرفضها لروحها التجديدية. لم يستسلم الصنباطي وسرعان ما عرضها على أسمهان. لقد كانت في رأيه أسمهان صوتا قادرا أيضا على أداء القصيدة، وما دام أم كلثوم رفضتها وهو سيسعى دوما للتعامل مع أم كلثوم في القصيدة، فلماذا لا يستخدم صوت أسمهان كوسيلة؟ وهكذا قدم يا لعينيك لأسمهان. الآن لنتتبع على الحاسب، هل عبر يا لعينيك وأسمهان استطاع الصنباطي أن يتوصل لتحقيق حلمه بتلحين القصيدة للسيدة أم كلثوم؟ لنتابع تعامل السيدة أم كلثوم مع الملحنين في القصيدة منذ العشرينات وحتى الخمسينات. أولا القصبجي نرمز له هنا باللون الأحمر، في نهاية العشرينات لحن لها ثلاث قصائد وتوقف، لا قصائد جديدة مع أنه كان يتشوق لذلك. أحمد صبري النجريدي ونرمز له هنا باللون الأخضر، لحن لها ثلاثة قصائد ثم توقف لأنه انفصل عن التعامل مع أم كلثوم لأسباب خاصة به، سنعرض لها في برنامج خاص عن السيدة أم كلثوم. الشيخ أبو العلا محمد كان هو المسيطر في التعامل مع السيدة أم كلثوم في القصائد في العشرينات، قدم لها تسع قصائد ثم بعد ذلك توقف لأنه غاب عن هذه الدنيا. إذن كانت هناك مرحلة فراغ. من سيلحن القصيدة في الثلاثينات؟ إنه زكريا أحمد الذي نرمز له هنا باللون الأصفر، وكان في هذا الوقت القصبجي والصنباطي بعيدين عن هذا القالب، فقط زكريا، وبالتالي كان متشوقين للتعامل مع أم كلثوم. وهكذا بدأ القصبجي في تشوقه باستخدام صوت أسمهان لتحريض أم كلثوم على التعامل معه في القصائد، فقدم ليت للبراق وأتبعها بأسقنيها، وكان الآن بصدد تقديم هل تيم البان. الصنباطي من طرفه بدأ مع يا لعينيك، عرضها ورفضتها أم كلثوم فقدمها لأسمهان، ثم قدم مع أسمهان قصيدة أخرى في منتصف الأربعينات قبل وفاتها أيها النائم. نلاحظ الآن أن الصنباطي باللون البنفسجي الذي نرمز له فيما بعد وفي نهاية الأربعينات سيسيطر هو في مجال القصيدة وسينجح، وستكون البداية التي سببت هذا النجاح عندما يرتفع عدد القصائد التي لحنها لأم كلثوم إلى عدد كبير، منها هل منها نهج البردة، سلوك قلبي، سلوك وسط طلة، قصائد عديدة. إذا نجح الصنباطي في تحريض أم كلثوم على أن توكل إليه تلحين القصائد، وكانت البداية مع يا لعينيك. إذا يا لعينيك رفضتها السيدة أم كلثوم أولا وغنتها أسمهان، ومرة أخرى يتوافق المعنى مع أسمهان التي اشتهرت كثيرا بجمال عينيها، حتى أن الجنرال دوغول كتب، يقال إنه كتب في مذكراته إن أجمل عيون رأيتها هي عيون أسمهان. وفعلا النظم كان يتغنى بجمال العيون عندما يقول يا لعينيك ويا لي من تسابيح خيالي فيهما ذكرى من الحب ومن سهد الليالي. يا لعينيك ويا لي من تسابيح خيالي
ما ذكرى من الحب فيهما ذكرى من الحب فيهما ذكرى من الحب فيهما ذكرى من الحب فيهما ذكرى من الحب ومن جود الله حفل النظم في قصيدة يا لعينيك بتضاد المعاني، مثلا فيهما ذكرى من الحب ومن سهد الليالي، الحب والسهد، وكان هناك في المعاني الداخلية تسلسل يعبر عن واقع حياة أسمهان العاطفية اللاهية والتي عاشت في ظل حب ملول، فنجد تسلسل للعبارات وصال سؤال ملال. لندقق في النظم، يقول الشاعر في هذا المقطع الذي سنستمع إليه: عبرات الأمل المسحور في دنيا الجمال، وفتور من ضنى اللوعة والسقم بدالي، وذهول الشاعر الهارب من حلم وصالي، وسؤال يعبر الأفق إلى ومض السؤال، وشقاء الروح يسمو نحوها طيف ملالي. وتؤدي أسمهان في تعبيرية واضحة، وأؤكد على غنائها في عبارة وشقاء الروح عندما تزفر زفرة حرة مع الروح، وكأنها الروح التي تغادر الجسد. هل كانت تعبر عن شقاء روحها الداخلية؟ Oh,
وجاء التعبير واضحا في عبارة وحديث طال حيث يطول اللحن، وأيضا في عبارة أخرى عندما يقول وصراع في هدوء، يتفاعل اللحن في كلمة صراع ثم يهدأ في كلمة هدوء. وهكذا السنباطي استطاع أن يعبر لحنا، واستطاعت أسمان أن تؤدي الصراع الهادئ. لحن الصنباطي قصيدة يا لعينيك في حيوية واضحة، وكانت أول قصيدة يلحنها ولا يغنيها بنفسه. كانت جميع القصائد التي سبق ولحنها غناها بنفسه هو، وهكذا كانت تظهر منافسة للأستاذ عبد الوهاب. ولكن هذه القصيدة لحنها للسيدة أم كلثوم، ولما رفضتها وغنتها أسمهان ولم يغنيها هو، تحولت هذه القصيدة لكي تصبح منافسة لأم كلثوم، وكأنه قدم لأسمهان قصيدة منافسة لأم كلثوم. هل أثر ذلك على موقعه في التعامل في التلحين لأم كلثوم؟ دائما الحاسب مرجعنا لكي يرد على هذه الأسئلة. لنتابع كيف تعامل الصنباطي مع السيدة أم كلثوم منذ عام 35 عندما بدأ يتعامل معها، وحتى عام 46. نلاحظ أنه في عام 35 قدم لها عملين فقط وكانت البدايات، ولكن في عام 36 إذ بها يقدم لها ثلاثة أعمال غنائية من ألحانه. في عام 37 نلاحظ أربعة أعمال، إذن هناك تطور. في عام 38 سنلاحظ أن هناك تقلصا، إذن هناك عبارة عن عمل واحد. الآن ماذا عن عام 39؟ أيضا أربعة أعمال. إذن هنا يعني هناك توازن في تعامله مع أم كلثوم. ولكن ماذا عن عام 40؟ نلاحظ لا أعمال. عام 41 لا أعمال، وهي الفترة التي ظهرت فيها يا لعينيك. في عام 42 عمل واحد، في عام 43 لا توجد أعمال، في عام 44 عملان، في عام 45 لا توجد، أما في عام 46 وإذ به 10 أعمال. لو أننا نلاحظ الفترة في بدايات الأربعينات، نلاحظ أننا منذ عام 40 إلى عام 45 أي 6 سنوات هناك 3 أعمال فقط. وقد يظن أن هذا كافي، يعني معدل نصف عمل في السنة، لا، هذا قليل. ولو قارناه مع عام 46 و10 أعمال في عام واحد، نكتشف
أن بداية الأربعينات شهدت قطيعة واضحة بين أم كلثوم والصنباطي، ولعل قصيدة يا لعينيك كانت أحد الأسباب. ولكن منذ منتصف الأربعينات عادت أم كلثوم لتعامل مع الصنباطي، ولعل ذلك كانت له أسباب سنعرض لها لاحقا.